السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم داشان حسن داشان، وجي معانا في حلقه جديده من حلقات تربيه السجلات فارما تيوب من كتاب فارما جايد. النهارده ان شاء الله معدنا مع الحلقه رقم 55 في الفارما تيوب. ان شاء الله بحلقه النهارده هنكون سجلنا 55 حلقه في الفارما تيوب، وحلقتنا النهارده الحلقه رقم 2 في جزء الجي اي تي. اتكلمنا في الحلقه رقم 1 عن البيبتيك ألسر وعرفنا العلاجات المتاحه للبيبتيك ألسر. تعالوا بينا النهارده نتكلم على مرض جديد، او مش هنقول عليه مرض، تعالوا نشوف هنعرف ايه النهارده. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهارده على نوزيا اند فوميتنج، ودول يا جماعه مش امراض، دول اعراض الامراض. هؤلاء اللي هي النوزيا والفوميتنج دول مش مرض، ولكن هم اعراض ممكن الاعراض دي تيجي عند استخدام دواء معين، او ممكن تيجي عند مرض معين من ضمن اعراض هذا المرض ان بيبقى فيه نوزيا وفوميتنج. نوزيا يا جماعه طبعا كلنا عارفين المرض ده بالتفصيل، يعني عارفينه معلومات عامه ان نوزيا دي معناها الشعور بالقيء، او اللي هو واحد هيشعر ان هو هيحصل له قيء، او بنسميها الشعور بالغيسان، يعني بيحصل له غيسان او الشعور بالقيء. الشعور ده يا جماعه بيحس كده ان هو خلاص هيرجع في خلال دقائق، يعني ده بنقول عليه نوزيا. اما فوميتنج هي حاله القيء نفسها، ان انا بطرد الطعام من المنطقه الموجود في الاستومك وبطرده ويبقى فيه قوه طرد كبيره، هذه القوه والطرد ده بقول عليه فوميتنج. يبقى انا عندي نوزيا وفوميتنج، وقلنا ان دول مش امراض ولكنهم اعراض. تعالوا بينا بقى، دي معلومات عامه او تعريفات ليهم، تعالوا بينا نشوف اسباب النوزيا والفوميتنج. طبعا اسباب عديده جدا هذه الاسباب، في اسباب مشهوره فيها واسباب اخرى. الاسباب دي يا جماعه ممكن ان يبقى في من اشهر الاسباب، ان يعني من اشهر الاسباب احنا هنلخصها، طبعا في حاجات كتيره جدا. تمام، في عندنا الكيمو سيرابي، يعني واحد بيستخدم كيمو سيرابي. الكيمو سيرابي طبعا هيبقى ليها جزء مخصص، دي طبعا زي الانتيبيوتكس، وزي خاصه الكيمو سيرابي اللي بتستخدم في الكانسر، يعني الكيمو سيرابي اللي بتستخدم في علاج السرطانات، تمام، اللي هو العلاج الكيميائي. دي من احد الحاجات المشهوره جدا اللي اللي الادويه دي بتعمل فوميتنج، يعني بتعمل ترجيع، اللي هي الادويه اللي بنقول عليها الكيمو سيرابي. طبعا في بعض الادويه زي الجنرال انستيزيا، وفي زي الفيروس انفكشن سواء كان روتا فيروس او الفيروس اللي بيصيب الجي اي تي، وكمان عندنا المايجرين، ممكن الشخص اللي عنده مايجرين او صداع نصفي يحصل له ترجيع نوزيا او فوميتنج، وكمان الشخص اللي عنده موشن سيكنس. طبعا مش هي الاعراض دي بس، ولكن الموشن سيكنس طبعا اللي هو دوار البحر من اشهر اعراض مرض دوار البحر، طبعا هو النوزيا والفوميتنج، دي من اشهر الحاجات. ولكن هناك امراض اخرى، طبعا دي كلها امراض يا جماعه بتعمل نوزيا وفوميتنج. احنا كاتبينها مش عشان نحفظهم ولا اي حاجه، لا، مجرد حصر فقط، بنحصر الموضوع او بنشوف بنعرف ان النوزيا والفوميتنج هي من اعراض امراض كتيره جدا. عرفناها في حلقه اللي فاتت ان النوزيا والفوميتنج من اعراض البيبتيك ألسر. تمام، لو جينا دورنا على البيبتيك ألسر هنا هنلاقي البيبتيك ألسر من اهي، البيبتيك ألسر اهي من اعراض المرض اللي هو البيبتيك ألسر. طبعا اعراض كتير، والبريجننسي نفس النظام، الست اللي هي البريجننسي بيجي لها الاعراض بتاعه اللي هي بيبقى عباره عن نوزيا وفوميتنج، ودي عاده بيجي لي البريجننسي. طبعا دي حاجات مجرد، يعني طبعا مش هنقعد نقولهم كلهم واحده واحده، دي مجرد حاجات نحصرها او من مسببات او الامراض اللي بيبقى الاعراض بتاعتها بيبقى فيها نوزيا اند فوميتنج. تعالوا بينا نشوف السبب الحقيقي او الميكانيزم بتاع الفوميتنج، ازاي بيحصل الفوميتنج. طبعا الميكانيزم ده يا جماعه قليل مننا بيكون عارف، قليل من الصيدله او الطبيب يكون عارف ان النوزيا والفوميتنج. يقول لك يا عم ده احنا عندنا السي تي زد، وعندنا اللي هي الكيمو ريسبتور تريجر زون، وعندنا الفوميتنج سنتر. ولكن احنا هنتكلم الكلام ده لو احنا بنتكلم في ادويه، لو انا بكلمكم في الحلقات الفارما تيوب اللي فاتت كنت اقول لكم يا جماعه ده بيعمل ستيموليشن للسي تي زد فبينتج عنها فوميتنج، ولكن احنا عايزين نتكلم على موضوع الفوميتنج نفسه. فلذلك ان احنا بنتكلم على موضوع الفوميتنج نفسه يجب ان احنا نعرفه كويس ونعرف تفصيله بالتفصيل ايه اللي بيحصل بالظبط. اما اذا كنا بنتكلم من موضوع متطرف او موضوع اخر نقول ده فعلا بيعمل كذا فبالتالي بيحصل فوميتنج. تعالوا بينا نشوف اللي بيحصل بالظبط. عندنا مكان يسمى السي تي زد بنقول عليه كيمو ريسبتور تريجر زون. الكيمو ريسبتور تريجر زون ده يا جماعه موجود اوتسايد البلاد برين بارير، يعني موجود خارج البلاد، مش موجود في الناحيه اللي هي ناحيه البرين داخل البلاد برين بارير، لا ده موجود خارج البلاد برين بارير، وبيحصل له ستيموليشن يا جماعه ببعض الادويه اللي موجوده في البلاد. تمام،
ولما يحصل له ستيميوليشن بيبقى موجود فيه ريسبتورز اصلا زي دي 2 ريسبتور، زي 5 هيدروكسي تريبتامين من النوع 3، وكمان عندنا ريسبتور اسمه نيوروكاينين ريسبتور، اللي هو الريسبتور بتاع ماده السبستانس بي، ليها ريسبتور بنقول عليه نيوروكاينين 1 ريسبتور. تمام، بيبقى فيه الثلاثه ريسبتورز دول موجودين على السيتي زد. الثلاثه ريسبتورز دول لو حصل لهم ستيميوليشن بيعمل ستيميوليشن للسيتي زد. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ انا هقول لكم ايه اللي بيحصل بعد كده، ولكن اللي احنا عايزين نعرفه في السيتي زد ان هي موجوده في اوتسايد بلاد برين بارير، كمان بيبقى موجود عليها الريسبتور، ثلاثه ريسبتورز، دوبامين ريسبتور دي 2، خمسه اللي هو سيروتونين ريسبتور 5 اتش تي 3، وكمان نيورو كانيونس اللي هو ان كي 1. تمام، الثلاثه دول موجودين عليهم، ولما بيحصل ستيميوليشن لاي نوع من انواع الريسبتورز دي السي تي زد بيحصل لها ستيميوليشن. طب ايه النتيجه لما السي تي زد حصل لها ستيميوليشن؟ ناجلها دلوقتي وهقول لكم في رسمه هتوضح لنا كلام كتير دلوقتي. تمام، فيستيبولار سيستم. الفيستيبولار سيستم ده يا جماعه من ضمن السيستم اللي موجوده في البرين، سوري، من ضمن السيستم اللي بيبعت اشارات للبرين، والسيستم ده بيشتغل في الموشن سيكنس، بيبقى عليه تو ريسبتورز، ام 1 ريسبتور اللي هو ماسكارينيك ريسبتور، واتش 1 ريسبتور اللي هو هيستامين ريسبتور. يبقى لما الريسبتورز دي موجوده في السيستم ده اللي هو فيستيبولار سيستم، الفيستيبولار سيستم ده بيبقى عليه تو ريسبتورز ام 1 واتش 1، لما يحصل ستيميوليشن للريسبتورز دول بيبعت رساله للمخ، فبالتالي الرساله للمخ دي بتروح فين بالظبط؟ انا هقول لكم دلوقتي، ولكن بيبعت رساله للمخ فبيحصل ترجيع. الكلام ده بيحصل فين؟ في الموشن سيكنس فقط. يبقى هو ده الميكانيزم بتاع الموشن سيكنس. يبقى واحد اقول له موشن سيكنس ملوش علاقه بالسيتي زد، لا، الموشن سيكنس ليه علاقه بالفيستيبولار سيستم اللي هو اللي موجود عليه تو ريسبتورز ام 1 ريسبتور واتش 1 ريسبتور. نلاقي الحاجات اللي هي بتقفل الهيستامين ريسبتور اللي هي بتقفل الاتش 1 نلاقيها افكتيف في الموشن سيكنس. ليه؟ لان الاتش 1 الكلام ده هنعرفه دلوقتي بالتفصيل، نركز، عندنا حاجه تانية او ميكانيزم تاني غير السيتي زد، لان الناس مفكره ان الفوميتنج هو سيتي زد فقط، لا، ده ميكانيزم تاني غير السيتي زد، بيشتغل في الموشن سيكنس، بيبعت رساله للبرين عليه تو ريسبتورز ماسكارينيك وهيستامين. تمام، تعالوا بينا نشوف الميكانيزم تالت، لان هم اربعه دلوقتي. الميكانيزم الثالث اللي هو انتريك نيرفوس سيستم اي ان اس. احنا قلنا عندنا السمباثيك، سوري، البارا سمباثيك، عندنا الاوتونوميك نيرفوس سيستم، عندنا بارا سمباثيك وسمباثيك وانتريك نيرفوس سيستم. الناس اللي تفتكر في حلقه، اول حلقه لينا في الاوتونوميك نيرفوس سيستم، قلنا ان الاوتونوميك نيرفوس سيستم ده ثلاث انواع يا جماعه، عندنا نوع اسمه بارا سمباثيك، ونوع اسمه سمباثيك، ونوع اسمه انتريك نيرفوس سيستم. وقلت لكم يا جماعه احنا مش هنركز عليه دلوقتي، ده احنا هناخده بعدين، نركز على السمباثيك والبارا سمباثيك، عشان الانتريك نيرفوس سيستم ليه وظيفه واحده بس، ان هو بينقل الاشارات العصبيه من الجي اي تي يوديها للبرين. هو اصلا انيرفيتد في الجي اي تي فقط، وبيودي الاشارات العصبيه في البرين للبرين. لذلك ده لما يحصل حاجه في استيميوليشن للاي ان اس، الانتريك نيرفوس سيستم، لما يحصل له استيميوليشن، اللي بيحصل له استيميوليشن بريسبتورز موجود عليه اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين من النوع 3 ريسبتور. يبقى عندنا ريسبتور اللي هو 5 اتش تي 3 موجود في النيرفوس سيستم ده اللي هو انتريك نيرفوس سيستم. لو عملت استيميوليشن للريسبتور ده بالسيروتونين، لان السيروتونين هو اللي بيعمل استيميوليشن للريسبتور، تمام، بينتج عنه ان بيحصل فومتنج. الحاجات اللي بتطلع سيروتونين زي الكيموثيرابي راديشن، الحاجات دي بتزود السيروتونين او بتخرج السيروتونين في الجي اي تي. السيروتونين في الجي اي تي لما يشتغل على الريسبتور بتاعه اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين من النوع 3 اللي موجود على الانتريك نيرفوس سيستم اللي موجود في الجي اي تي، يبعت رساله للبرين يقول له يا برين اعمل لي فوميتنج، فيروح عامل فوميتنج. يبقى كل الحاجات دي بتروح للبرين في حته في البرين. هقول لكم دلوقتي، طبعا في ناس متلخبطه دلوقتي حالا، كل المعلومات المتلخبطه دي هقولها لكم في رسمه دلوقتي حالا، خلاص. في عندنا السيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس هي القشره المخيه، لما بيحصل لها بنقول عليها هاير كورتيكال سنترز. لما يحصل مثلا واحد عنده قلق، واحد عنده ديبريشن ميجور ديبريشن، واحد عنده ستريس عصبي، فبيعمل هاير كورتيكال سنترز، يعني بيعمل ستيميوليشن او بيعمل بريشر على الكورتيكال سنترز اللي هي السنترز اللي في السيريبرال كورتكس، فبينتج عن كده فوميتنج. ليه بينتج فوميتنج؟ عشان حصل هاير كورتيكال سنترز، يعني حصل ستيميوليشن او بريشر على السيريبرال كورتكس. طبعا الكلام ده مش مفهوم دلوقتي حالا، هنفهمه بالرسمه اللي قصادنا دي. الرسمه دي طبعا ارسمها وهتوضح لنا كلام كتير جدا. عندنا قلنا في حاجات ده الميكانيزم بتاع الفوميتنج يا جماعه،
ازاي بيحصل فوميتنج. عندنا سي ان اس وجي اي تي. سي ان اس ثلاث حاجات والجي اي تي حاجه، مش احنا قلنا اربع ميكانيزمات؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. الجي اي تي نخلصه دلوقتي، قلنا عندنا انتريك نيرفس سيستم اللي هو الانتريك نيرفس سيستم اللي هو سبلاي بالجي اي تي، عليه ريسبتور اسمه 5 هيدروكسي تريبتامين من النوع 3 ريسبتور، تمام. قلنا الجزيئات دي هي السيروتونين، عشان تفهموا الرسم الجزيئات دي هي السيروتونين. السيروتونين ده لما بيشتغل على الريسبتور بتاعه اللي موجود على المكان ده يبعت رساله، اللي هو السيستم ده يبعت رساله للبرين. يبعت لمين بقى في البرين؟ يبعت للفوميتنج سنتر. يبقى المركز الاساسي اللي بيستقبل الرسائل من جميع الميكانيزمات هو الفوميتنج سنتر. بيبقى موجود على سطح الفوميتنج سنتر H1 ريسبتور، M1 ريسبتور، نيوروكاينين 1 ريسبتور، 5 هيدروكسي تريبتامين من النوع 3 ريسبتور، تمام. يبقى اللي بيحصل ايه كالاتي. هنمشي في الجي اي تي، المكان اللي في الجي اي تي. عندنا الجي اي تي عندنا سيستم اسمه انتريك نيرفس سيستم، بيبقى موجود عليه ريسبتور اسمه 5 هيدروكسي تريبتامين من نوع 3 ريسبتور، بيتبط بالسيروتونين يعمل ستيميليشن للريسبتور ده. الريسبتور ده لو حصل له ستيميليشن يعمل ستيميليشن للسيستم ده. لو السيستم ده حصل له ستيميليشن يشتغل على ال 5 هيدروكسي تريبتامين من نوع 3 ريسبتور هنا، لان السيستم ده كله في سيروتونين، فالسيروتونين يشتغل هنا. يجي يروح عامل ستيميليشن للفوميتنج سنتر، يقول لك اعمل فوميت، يروح مرجع بقى. الفوميتنج سنتر ده موجود في المظله يا جدعان، موجود في المظله في البرين. ده اول ميكانيزم. ثاني ميكانيزم قلت لك لما يحصل ستريس او انكزيتي، القلق او ديبريشن او اي من احد الامراض النفسيه، بيعمل ايه؟ بيعمل البريجر. دي علامه بريجر او علامه اكشن على اللي هو ايه السريبرال كورتكس اللي هي القشره المخيه، فبيعمل حاجه اسمها هاير كورتيكال سنترز. الهاير كورتيكال سنترز بيعمل ستيميليشن للريسبتورز اللي موجود على الفوميتنج سنتر، يعني الفوميتنج سنتر موجود على الريسبتورز دي، تمام، فبيعمل فوميتنج. دي تاني ميكانيزم. تالت ميكانيزم اثناء الموشن سيكنس. اثناء الموشن سيكنس واحد عنده دوار البحر بيشتغل الهستامين، يبقى الجزيئات دي هستامين او استالكولين، ممكن يبقى واحد فيه هستامين او واحد استالكولين، يشتغل على الريسبتورز اللي موجوده في الفيستيبولار سيستم. فيستيبولار سيستم عليه تو ريسبتورز، اتش 1 ريسبتور وام 1 ريسبتور، فبيعملوا ستيميليشن للفيستيبولار سيستم، يعمل ستيميليشن للاتش 1 والام 1 اللي هنا، فبيعمل فوميتنج. بيروح للفوميتنج سنتر، فوميتنج سنتر بيروح عامل فوميتنج. بعد كده الريسبتور الكلمه المشهوره جدا بتاعه السي تي زد، اللي هو اللي معظم الناس بتفتكر ان الفوميتنج ناتج عن الكيمو ريسبتور فقط، الكيمو ريسبتور تريجر زون، بيبقى عليه ريسبتور. الكيمو ريسبتور تريجر زون دي بيبقى عليها ريسبتور دي 2 ريسبتور، 5 هيدروكسي تريبتامين، 3 ريسبتور نيوروكانين ريسبتور، ودي جزيئات اما دوبامين او سيروتونين او اللي هو السبستانس بي، لان السبستانس بي بتشتغل على نيوروكانين 1 ريسبتور، تمام. فبالتالي بتروح عامله ستيميوليشن للريسبتورز اللي موجوده على الكيمو ريسبتور تريجر زون. الكيمو ريسبتور تريجر زون يحصل لها ستيميوليشن، تنقل الاستيميوليشن ده عند الريسبتورز بتاعه اللي موجوده على الفوميتنج سنتر. الفوميتنج سنتر لما يحصل له ستيميوليشن، لان الريسبتورز ده حصل لها ستيميوليشن، يعمل فوميتنج. شايفين الليله ماشيه ازاي؟ الرسمه دي وضحت لي كل الكلام ده كله، لان ميكانيزم الفوميتنج بيبقى موجود في المراجع وكده بيبقى معقد شويه، ممكن يلخبط ناس كتير، تمام. احنا كده ركزنا عليه. زي ما اتفقنا في اي حاله من الحالات اللي بنتكلم عليها، احنا عندنا اعراض بتسمى نوزيا وفوميتنج. عرفنا هي بتيجي ازاي. بتيجي نتيجه ان انت عملت سيميوليشن للريسبتور ده او ده او ده او ده او ده. انت دلوقتي كصيدلي او كراجل عايزين نعمل علاج، اختراع للعلاج، هقول لك بسيطه، اقفل الاتش 1 ريسبتور او الام 1 ريسبتور، وساعتها هقول لك ده الدواء ده سيلكتيف او يوزفل قوي في الموشن سيكس. جميل جدا، ده انت 100 100 اهو. البنزودازيبين ممكن تستخدم لانها بتقلل الانكزيتي، فبالتالي يقول لك اه بنزودازيبين ممكن تستخدم. الحاجات اللي بتقفل 5 هيدروكسي تريبتامين من نوع 3 ريسبتور، اقول لك جميل جدا، انت هتقفله لي هنا وهتقفله لي هنا، ويبقى هايلي باورفول انتي ايميتيك دراج، تمام. اقول لك اقفل الدي 2 ريسبتور، جميل، اقفل النيوروكانين 1 ريسبتور، وده دواء جديد لسه يعني لسه مخترعينه او شايفينه او يعني الكلام ده جديد على ان هو يشتغل على النيوروكانين 1 ريسبتور، فبالتالي يعمل ايه؟ ده كله من الميكانيزمات او الادويه اللي بتعتبر انتي ايميتيك دراج. تعالوا بينا نخش في الادويه ونتكلم بعد ما فهمنا الكلام ده بالتفصيل. الكلام اللي جاي كله سهل، تعالوا بينا نشوف الادويه. قبل ما نتكلم على الادويه يا جماعه، في حاجه مهمه كده عايزين نقولها، مجرد ملحوظه قبل ما نتكلم على الادويه، تمام. احنا قلنا ان النوزيا والفومتنج من احد الاعراض اللي بتيجي في حالات مرضيه كتير، ولكن احنا ما ركزناش على حالات مرضيه، احنا قلنا نرصدها، ولكن في حاجات مشهوره زي الموشن سيكنس اللي هو الموشن سيكنس اللي هو دوار البحر،
بريجنانسي هيباتايتس، الناس البريجنانسي بيجي لها نوزيا فوميتنج كتير، الشخص اللي عنده هيباتايتس نوزيا فوميتنج كتير، موشن سيكنس نوزيا فوميتنج كتير. ولكن في حاجه مشهوره جدا جدا جدا، ان استخدام الادويه الكيميائيه اللي بنقول عليها كيمو ثيرابيوتيك ايجنتس، اللي هي الادويه الكيميائيه او المواد الكيميائيه اللي بتستخدم في علاج السرطان او بعض الادويه كالانتي بيوتكس، بتعمل ممكن تعمل نوزيا فوميتنج. ولكن الاشهر ان هو بيعمل نوزيا فوميتنج هي الكانسر كيمو ثيرابي، اللي هي الادويه اللي بتستخدم في علاج السرطانات يا جماعه، اللي بيقول لك علاج كيماوي، يقول لك ده بيتعالج بالكيماوي يا جماعه، ده اللي هو بيعمل نوزيا وفوميتنج، وده من اشهر الحالات. يعني بيقول لك من 70 ل 80% من الناس اللي بياخدوا كيمو ثيرابيوتيك ايجنت بيجي لهم فوميتنج، يعني من 70 ل 80% دي نسبه كبيره جدا. وبقول على الحاله دي بقول عليها كيمو ثيرابي انديوزد نوزيا اند فوميتنج، يعني الشخص اللي بياخد علاج كيماوي للسرطان وبيجي له نوزيا وفوميتنج بقول عليه سي اي ان في، اللي هو كيمو ثيرابي انديوزد نوزيا اند فوميتنج. يعني احنا دلوقتي هندرس ادويه سيلكتيف، يعني بتتاخد مع ادويه السرطان، يعني واحد بياخد دواء للسرطان بياخد دواء كمان عشان النوزيا والفوميتنج اللي بتيجي من دواء السرطان، تمام؟ يبقى انا بقول لكم كده ليه؟ عشان نعرف اشهر الحالات اللي بيجي لها كده. بيجي للاطفال، بيجي للبريجننسي، بيجي للموشن سيكنس، الناس اللي عندهم هيباتايتس، الناس اللي بيستخدموا كيمو ثيرابيوتيك ايجنت كمان، لان الكيمو ثيرابيوتيك ايجنت يا جماعه بتشتغل على حاجتين. نعرف ليه ممكن واحد مثلا يقول يا عم ده عشان انت قلت لي الكيمو ثيرابيوتيك ايجنت بتعمل نوزيا فوميتنج. طب ازاي بتعمل نوزيا فوميتنج؟ هقول لك انا دلوقتي. انت قلت لي ان هي بتعمل الكيمو ثيرابيوتيك ايجنت بتشتغل على الدي تو ريسبتور او السي تي زد، يعني بتعمل دايركت ستيميوليشن على السي تي زد، تمام؟ يبقى ده اول ميكانيزم، ان الكيمو ثيرابي بتعمل اول حاجه ان هي بتعمل ستيميوليشن للسي تي زد. تاني ميكانيزم هنا بقى في الجي اي تي، يعني انت لما تاخد دواء السرطان بيروح للجي اي تي، قال لك ده بيعمل ستيميليشن او بيدمر الخلايا اللي هي بنقول عليها انتيروكرومافين سيل. الانتيروكرومافين سيل لو تفتكروا يا جماعه هفكركم بمعلومه قلتها لكم في السيروتونين، ان قلت لكم 90% من السيروتونين اللي موجود في جسم الانسان بيتم تخزينه داخل الجي اي تي في خلايا تسمى انتيروكرومافين سيل. هنا دلوقتي الكيمو ثيرابي دمر لي الانتيروكرومافين سيل، خرج سيروتونين كتير. السيروتونين اشتغل فين؟ اشتغل على الريسبتور بتاعه الجي اي تي، عمل انتريك نيرف سيستم، عمل ستيميوليشن للريسبتورز دي، عمل فوميتنج سنتر، عمل فوميتنج. يبقى هو دلوقتي الكيمو ثيرابي بيشتغل بميكانيزمين، اول ميكانيزم بيعمل اكتيفيشن للسي تي زد او الفوميتنج سنتر، يعني السي تي زد على طول، وممكن يروح للفوميتنج سنتر دايركت على الفوميتنج سنتر. ممكن يشتغل بريفرالي ان هو بيعمل دامج للانتيروكرومافين سيل فيعمل ريليز للسيروتونين، وبيشتغل على 5 اتش تي 3 ريسبتور، تمام؟ ويا جماعه الشخص لو ما اتعالجش بالفوميتنج او ما اتحكمش في الفوميتنج ممكن يحصل له جفاف، لان انت بتطلع فوميتنج ميه مع اكل والكلام ده جفاف، عندك الاكل قل طبعا، انت عندك مفيش الميتابوليك امبالانس، عندك بقى عندك ميتابوليك امبالانس، يعني التوازن الغذائي خلاص ما عادش فيه الكلام ده كله، وما عندكش اي مواد غذائيه، لان انت بترجع معاه ميه فممكن يعمل الجفاف ده كله. تعالوا بينا دي بقى بتلخص لنا الكلام. يعني انا دلوقتي هاجي اقول لك حاجه للبريجنسي، حاجه للموشن سيكنس، حاجه للكيمو ثيرابي، انت تقول لي اشمعنى موشن سيكنس، اشمعنى بريجنسي، يعني اشمعنى الكيمو ثيرابي؟ ما انت عارف ان الكلام ده كله هي من اشهر الحالات اللي بتعمل نوزيا اند فوميتنج. تعالوا بينا نشوف الادويه النهارده، حلقه جميله وحلقه سهله ووقتها قصير جدا، هي احنا بس بنتكلم عن نوزيا فوميتنج، ما رضيناش نضيف معاها اي حاجه ثانيه، لان احنا يعني بنعتمد في فارما تيوب ان يبقى الموضوع مستقل بذاته. وتعالوا بينا نشوف الكلام ده. نخش بقى في الادويه، وبدايه بسم الله الرحمن الرحيم نخش بقى في الادويه. عندنا الادويه اللي هي انتي ايميتيك دراجز، اللي هي مضاده للايميتيك اللي هي الايمي او الايميسيس اللي هي الفوميتنج، مضادات القيء. ناخد اول حاجه الحاجات اللي بتشتغل في الموشن سيكنس، حاجات خفيفه كده. موشن سيكنس يا جماعه ده دوار البحر، بيجي لما الشخص يركب مركب او يركب اي عربيه او يسافر فتره طويله بيجي له دوار البحر ده، او الدوار اللي بيجي اثناء السفر، فالانسان بيشعر بيه ان هو عايز يرجع وممكن يحصل له قيء، تمام؟ طب الحاجات دي هتبقى شغاله على انهو سيستم؟ اللي هو فيستيبولار سيستم، موجود عليه تو ريسبتورز، اتش 1 ريسبتور، ام 1 ريسبتور. اقفل لي الام 1 واقفل لي الاتش 1. اقفل لك الام 1 بالهيوسين او السكوبالامين، لانه وجدوا ان الهيوسين والسكوبالامين شغال قوي على الام 1 ريسبتور اللي موجود على الفيستيبولار سيستم، زي السكوبالامين اللي عملوه ترانس ديرم، دواء اسمه ترانس ديرم سكوب، ده عباره عن اقراص كده بتتلزق ورا الودان، دي بتستخدم للوقايه من الفوميتنج اللي بتيجي نتيجه الموشن سيكنس. او حاجات بتشتغل ان هي تقفل الاتش 1 ريسبتور، وجدوا اربع مواد، لان الاتش 1 طبعا خدناها حاجات كتير جدا، وجدوا اربع مواد افكتيف قوي في الموضوع ده، زي الدايمين هيدرينات والدايفين هيدرامين والميكليزين والسيكليزين.
الحاجات دي وجدوا ان هم يعني من اشهر الحاجات في الاتش 2 ريسبتور انتاجونست ان هي بتشتغل على الاتش 1 اللي موجود في الفيستيبولار سيستم اللي هو مسؤول عنه الموشن سيكنس. يبقى دلوقتي انا بشتغل على ادويه بتقي الانسان من الفوميتنج الناتجه عن الموشن سيكنس. واحد يجي يقول لي ده ممكن استخدمه في الفوميتنج الناتج عن ادويه السرطان، اقول لك ازاي الكلام ده؟ ده هو شغال على الفيستيبولار سيستم. ادويه السرطان بتشتغل على السي تي زد او الفوميتنج سنتر او بتشتغل بريفرالي على الانتيرو كروموفين اللي بتدمرها والكلام، مفيش الكلام ده خالص، ده بتشتغل في الموشن سيكنس فقط زي ما فهمنا في الميكانيزم. تعالوا بينا نخش بقى في الادويه اللي بتقفل الدي 2 ريسبتور. دي 2 ريسبتور بلوكرز في بعض الكتب يعني ممكن الشخص يتلخبط فيها شويه، لا هي ادويه يعني بيكتبوها ما يكتبوش الدي 2 ريسبتور، يكتب فينوسايازين كومباوند او يكتب لك سبستيتيوتد بنزاميد، لا هي كلها دي 2 ريسبتور، مجموعه كبيره بتقفل الدي 2 ريسبتور، ولكن هي متقسمه الى مجموعات او على حسب الكيميكال ستراكشر بتاعها. عندنا مركبات بنطلق عليها اسم فينوسايازينز، يعني مركبات مجموعه من المركبات اعداد يعني حوالي 10 مركبات وكده بنقول عليها فينوسايازينز، ولكن في دواء مشهور فيهم اللي هو برو كلور بيرازين، ده من الحاجات اللي هي فينوسايازينز. دي يا جماعه الحاجات دي يعني بتشتغل كانتي ايميتنج ان هي بتقفل الدي 2 ريسبتور، والكلام ده ممكن يبقى يعني حاجه كويسه ان هي تستخدم في كانتي ايميتنج عند الكيمو ثيرابيوتيك، يعني هي الافكت بتاعها متوسط عند الكيمو ثيرابيوتيك ايجنت اللي هي الادويه اللي هي بتعمل فوميتنج اللي هي الادويه الكيماويه اللي احنا قلنا عليها. ولكن في بعض الاعراض اللي هو بيعمل هايبوتنشن ريستلس ريستلسنس اكسترا بيراميدال سايد افكت. طبعا الاكسترا بيراميدال اتكلمنا عليه في حلقه السكيزوفرينيا، فاكرين حلقه السكيزوفرينيا؟ اكسترا بيراميدال ده بيبقى عباره عن كذا فيزز او اربع خطوات واتكلمنا عنه بالتفصيل، ده نتيجه ان هو بيفرد دي 2 ريسبتور فبيعمل السايد افكتس دي. خلاص عندنا بقى بعض الحاجات الثانيه اللي هي سبستيتيوتد بنزامايدز زي الميتوكلوبرامايد، زي البرمبران، ده من اشهر الادويه موجوده في مصر هنا بتستخدم ان هي بتمنع القيء. البرمبران ده مشهور جدا، ميتوكلوبرامايد ده يا جماعه بيمنع من 30 ل 40% من القيء عند الاشخاص اللي هم بيحصل لهم قيء، يعني هو الناس اللي بيحصل لهم قيء بيمنع 30% من 30 ل 40% في المية يعني من الاشخاص، وبيمنع القيء عندهم من 30 ل 40%. ده حاجه حلوه جدا اللي هو الميتوكلوبرامايد ده بيشتغل على الدي 2 ريسبتور، ولكن هناك بعض الاعراض قد تظهر عند الجرعه الزايده. طبعا الاعراض كلها بتاعه الدي 2 ريسبتور هي اعراض بنقول عليها انتي دوبامينيرجيك سايد افكتس، تمام؟ يعني بتبقى سيديشن دايريا اكسترا بيرامين سايد افكت، والكلام ده كله على حسب الدوز، لو الدوز زادت بيحصل الاعراض بتاعه الدوبامين ريسبتور بلوكر افكت، تمام؟ تعالوا بينا برضو لسه في الدوبامين ريسبتور بلوكر اللي هي عندنا بيوتروفينونز دي حاجات زي الهالوبريدول دروبريدول، الحاجات دي تبع مجموعه او تبع عيله اللي هي بيوتروفينونز، يعني الاستراكشر بتاعها بنقول عليه بيوتروفينونز. خلاص الهالوبريدول دروبريدول الحاجات دي مودريت يا جماعه، يعني افكتيف مودريت افكتيف كانتي ايميتك، يعني تاثيرها متوسط شويه، ولكن يا جماعه الهاي دوز بتاعه الهالوبريدول افكت على السيسبلاتين انديوزد ايميسيس. يعني الكلام ده عندنا دواء بيستخدم في الكانسر اسمه سيسبلاتين، ده دواء بيستخدم في الكانسر، الدواء ده بيعمل فوميتنج، فالهالوبريدول لو استخدم بجرعه عاليه هيبقى افكتيف قوي ان هو يمنع الفوميتنج الناتج عن دواء السيسبلاتين اللي هو بيعمل فوميتنج اللي هو بنعتبره انتي كانسر دراجز. خلاص عندنا حاجات بقى اذر دي 2 ريسبتور بلوكرز، يعني حاجات ثانيه يعني مش تبع العائلات اللي قلنا عليهم دلوقتي، زي الدومبريدون اللي هو موتيليوم، ده حاجه جميله جدا بيقفل الدي 2 ريسبتور اللي في السي تي زد، وكمان بيمنع النوزيا والفوميتنج يا جماعه، وبيعمل ريستور للموتيليتي بتاعه الابر جي اي تي. عندنا يا جماعه الابر جي اي تي الموتيليتي بتاعتها فوق كده من فوق بيعمل ريستور للابر موتيليتي، يعني الموتيليتي بتاعه الجي اي تي اللي هي اللي فوق دي، وبيزود او بيحسن من الامبتنج ريت، وكمان بيحسن من وظائف الاثنى عشر وظائف الامعاء. طبعا ممكن يستخدم عند ناس مثلا اللي هم عندهم سكر، لان الاعصاب الطرفيه اللي بتغذي الجي اي تي ممكن ما تبقاش كويسه، الاعصاب مش بتوصل كويس فالموتيليتي بتقل اول الكلام ده، فهو بيستخدم برضو ان هو لذلك سموه موتيليوم، الدواء اللي في السوق موجود موتيليوم عشان بيزود الموتيليتي او بيحسن الموتيليتي او بيرجع الموتيليتي زي الاول، وبيستخدم كمان في الفوميتنج والنوزيا والفوميتنج.
تمام. ده الاعراض بتاعته هي برضه نفس الاعراض بتاعت الانتي دوبامينرجيك سايد افكت، ولكن هو برضه بيشتغل على الديتو ريسبتور الموجوده في البيتيوتري جلاند، اللي هي البيتيوتري جلاند المسؤول عن افراز البرولاكتين هرمون، فبالتالي بيزود البرولاكتين هرمون. يبقى الدومبريدون بيزود البرولاكتين هرمون، ما يستحسن ما يستخدمش قوي في عند الرجال لانه بيزود البرولاكتين هرمون. وعارفين لما زياده البرولاكتين هرمون بيعمل جاينيكو ماستيا، بيعمل امبوتنس، بيعمل جلاكتوريا عند الستات. الكلام ده كله عرفناه في حلقات سابقه. تعالوا بينا نشوف لمجموعات اخرى من المجموعه، احنا كده خلصنا الديتو ريسبتور. تعالوا بينا نقفل الخمسه هيدروكسي تريبتامين ريسبتور، نقفلها. عارفين بقى الادويه دي هتبقى افكتيف قوي فين؟ هقول لكم دلوقتي ما تقلقوش. فاكرين الميكانيزم ده؟ طب احنا هنقفل الريسبتور ده. الريسبتور ده خلي بالكم، هنقفل الريسبتور ده وهنقفل الريسبتور ده وهنقفل الريسبتور ده اللي هو الخمسه هيدروكسي تريبتامين. يبقى انا دلوقتي عندنا الكيمو ثيرابي اللي هي الادويه بتاعه الكانسر بتشتغل ازاي؟ مش قلنا ان هي دايركت على الفوميت الكيمو ريسبتور تريجر زون ممكن تعمل ستيميليشن دايركت عليه او دايركت ستيميليشن على الفوميت سنتر، وان هي بتكسر الانتيرو كروموفين سيل اللي بتطلع السيروتونين اللي هو الازرق ده اللي بيشتغل على الريسبتور بتاعه. يبقى انا دلوقتي الادويه دي يا جماعه جميله جدا في علاج الترجيع عند الادويه السرطان اللي بتستخدم في علاج السرطان. يبقى 5 هيدروكسي تريبتامين 3 ريسبتور بلوكرز الادويه السلكتيف اللي هي بتشتغل عليه زي الاوندانسيترون، جرانيسيترون، تروبيسيترون، دولاسيترون اللي هو بالونوسيترون، الحاجات اللي عيله سترون دي كلها افكتيف بتستخدم اي في او اورال، بتستخدم في النوزيا والفوميتنج اسوشيتد ويز سيرجري اند كانسر كيمو ثيرابي. سواء كان واحد بيعمل عمليه وجاله بيستخدم عشان يمنع الفوميتنج عند العمليه لانه بيشتغل على الجي اي تي والعمليات بيفتح بطنه وكده، او الكانسر كيمو ثيرابي، ودي الحاجات السلكتيف عند الكانسر. يبقى انا دلوقتي لو قلت لك واحد بياخد ادويه كانسر تنصحه بياخد ايه؟ تقول لي اوندانسيترون على طول، ما تيجيش تقول لي الحاجات اللي انا قلتها ورا دي. تمام، الحاجات اللي انا قلتها ورا دي تستخدم في الكائن العادي عند الناس العاديين، اما الناس بتوع السرطانات نلاقي الادويه دي هي سلكتيف قوي عليه، ولكن هناك اعراض جانبيه لهذه الادويه زي هيديك دايريا كده. حاجه بسيطه جدا وجميله، طبعا جميله ليه؟ لان احنا دارسين اوتونوميك كويس، دارسين اوتاكويد كويس. الحلقات بتاعتنا كلها وصلنا ل 55 حلقه، بقينا عندنا معلومات تكفي ان احنا نقلل وقت الحلقه، ما نقعدش نرغي كتير لان الكلام ده كله مفهوم، كلام جميل ومفهوم. تمام، بنزودايزابين. ليه بنزودايزابين؟ لان انا هقلل الانكزيتي ديس اوردر. مش عايزين نقعد نروح يا جماعه والله العظيم، يعني مش عارف اقول لكم ايه، اهي يشتغل هنا بقى، يقلل الانكزيتي، يقلل الاستريس، يقلل الكلام ده، فيقلل الهاير كورتيكال سنترز اللي هو بيشتغل على السيريبرال كورتكس. فبنزودايزابين ممكن ليه، ولكن الايفكت بتاعتها قليله جدا. مين هيستخدم بنزودايزابين عشان كانتيميتك؟ ولكن هي نوت يوزفول، مش بتستخدم في الانتيميتك. لا طبعا هي بتستخدم كانكزيتي ديس اوردر ويل سليب ديس اوردر، خلاص كانكزيوليتك يعني او سيداتيف. الكورتيكوسترويدز دي حاجه قويه برضه على فكره، الكورتيكوسترويدز اللي هي الكورتيزون يا جماعه، من اهم الامثله اللي بتستخدم الديكساميثازون والميثايل بريدنيسولون. تمام، دي من اشهر الامثله بتاعه الكورتيكوسترويد اللي هي الكورتيزونات اللي بتستخدم في الكيموثيرابي. ده يا جماعه حاجات افكتيف. يعني واحد يسالني ويقول الميكانيزم ايه، اقول لك الميكانيزم الحقيقي ما زال غير معروف حتى الان، ولكن في ناس بيرجعوا ان ممكن نتيجه ان هو قفل البروستاجلاندنز او منع خروج البروستاجلاندنز، ولكن هو الميكانيزم غير معروف. ازاي الكورتيزونات بتمنع الفوميتنج؟ اقول لك انا ما اعرفش. تمام، لسه بيبحثوا في الموضوع ده. خلاص تعالوا بينا نشوف الكنابينويدز. الكنابينويدز اللي هي الحشيشات، الحشيش زي الدرونابينول او النابيلون، دي من احد المواد اللي بنقول عليها الكنابينويدز اللي هي المواد مشتقات الحشيش. خلاص دي حاجات يا جماعه بتمنع بتمنع الفوميتنج، ولكن ما بتستخدمش. ليه ما بتستخدمش؟ لان الحاجات دي يا جماعه ليها سايد افكتس كتيره جدا، هالوسينيشن وهلوسه ولخبطه، وبيعمل عدم اتزان والكلام ده كله. ما ينفعش واحد ياخد حشيش عشان يمنع الفوميتنج ويمنع النوزيا، فبالتالي هي ما بتستخدمش. بعد كده اخر مجموعه يا جماعه معانا اللي بتستخدم في نوزيا وفوميتنج، نيوروكاينين 1 ريسبتور بلوكرز، ان احنا نقفل الريسبتورز الخاص بالسبستانس بي، لان السبستانس بي دي بتشتغل على الريسبتورز بتاعه اللي هو الريسبتور بتاع النيوروكاينين 1 ريسبتور، وده مسؤول عن الاستيميليشن بتاع السي تي زد، ومسؤول عن برضه الاستيميليشن بتاع الفوميتنج ريسبتور. عندنا دواء يا جماعه بنقول عليه ابريبيتانت. ابريبيتانت ده يا جماعه الاف دي اي عملت له ابروفال سنه 2003، يعني هو دواء جديد او الميكانيزم ده جديد.
دواء جديد وميكانيزم جديد بيستخدم، ولكن هو بيحصل له ميتابوليزم بسيتوكروم بي 3 اي 4. مش احنا قلنا سيتوكروم بي 450 ده مشهور جدا في الميتابوليزم، ولكن ده من احد انواع الميتابوليزم، هو بيحصل له سيتوكروم بي 3 اي 4، يعني هو بيشتغل على الانزيم ده، وما ينفعش يتاخد مع الوارفرين لان هو بيقلل من الافكت بتاع الوارفرين، كمان بيعمل السايد افكت بتاعه كونستيبيشن اند فاتيج، دي من احد السايد افكت بتاعه. تمام. ولكن في دواء بقى ده ابروفال سنه 2003 من الاف دي، ولكن في دواء مشتق منه ده بيتاخد اورال، في دواء بقى بيتاخد اي في منه اللي هو بنقول عليه فوسا بريبيتانت. فوسا بريبيتانت ده حصل له ابروفال سنه 2008. يا ريت بقى عشان بقى ايه يعني نحاول نشتغل مع بعض كده في الحلقات بتاعتنا، اعملوا سيرش او حد يعني اللي حابب، يعني اللي حابب يعمل سيرش عن الدواء ده اللي هو المشتق منه ده اللي بيستخدم اللي حصل له ابروفال سنه 2008 عشان يستخدم اي في نفس الاستخدام عشان يستخدم الكانسر كيموثيرابي انديوزد نوزيا اند فوميتنج. هعمل لكم السبيلنج بتاعه عشان الناس تكتبه في البحث كويس، اف او اس اي بي ار اي بي اي تي اي ان تي، اللي هو فوسا بريبيتانت، يعني ده اسمه ا بريبيتانت، شيل الاي دي وحط فوسا اف او اس اي وبعدين حط بريبيتانت خلاص. تعالوا بينا نشوف ليه كده احنا خلصنا الريسبتورز دي، ولكن انه الحاجه في كومباينيشن يا جماعه، في حاجات كومباينيشن، ادويه كومباينيشن، يعني مثلا الديكساميثازون لو حصل له كومباينيشن مع الميتوكلوبراميد او حاجات زي الاندانسيترون او الحاجات دي بيبقى سليك افكتيف قوي، او الدايفينهيدرامين ده الديكساميثازون ده كورتيكوسترويدز، الدايفينهيدرامين ده من الحاجات اللي بتقفل اتش 1 لو حصل له كومبانيشن مع الميتوكلوبراميد بيقلل الاكسترا بيراميدال سايد افكت بتاع الميتوكلوبراميد. عندنا الحاجات اللي افكتيف قوي اللي هي شغاله يعني البوتنس بتاعتها قويه في النوزيا فوميتنج، الخمسه هيدروكسي تريبتومين 3 بلوكرز اللي هي الاندانسيترون والحاجات دي، اشهر حاجه او اقوى حاجات يعني بتمنع اقوى حاجه بتمنع الفوميتنج هي الخمسه هيدروكسي تريبتومين 3 ريسبتور وسبستيتيوتد بنزامايدز. تمام. والفينوسايازينز دي اقوى حاجه. عندنا اللي بعدهم على طول بيوتيروفينونز وكورتيكوسترويدز والكنابينويدز. اما الحاجات الضعيفه قوي الانتي هيستامينك والانتي ماسكارينك والبنزودايزابين، دي الحاجات الضعيفه قوي دي، يعني مخطط بيوضح لي ان مش كلهم زي بعض، الافكت بتاعهم او البوتنسي مش زي بعض. تعالوا بينا اخر سلايد، واحده حامل لازم نهتم بيها يا جماعه. الست الحامل اللي عندها نوزيا وفوم، احنا قلنا الحمل ده الست الحامل غالبا بيجي لها فوميتنج كتير، فعايز استخدم دواء يعني سيف ليها امن ليها في الحمل، هو البايرودوكسين فيتامين بي 6. يا نهار انت ما قلتليش فيتامين بي 6 خالص في الموضوع اللي انت قلتولي ده. طب ما هو فيتامين بي 6 انا مش هقوله لان الميكانيزم بتاعه مش معروف اصلا، الميكانيزم بتاعه في الفوميتنج ازاي هو الفيتامين بي 6 بيمنع الفوميتنج انا ما اعرفش، والسنه مش انا ما اعرفش، لا الميكانيزم الحقيقي لغايه دلوقتي مش معروف، والسنه اللي فاتت حاولت اعرفه يعني وانا بسجل حلقات السنه اللي فاتت في الموسم الاول في الفارماتيو السنه اللي فاتت، كنت بسجل برضو النوزيا والفوميتنج فبشوف البيرودوكسين ميكانيزمه ايه، ما لقيتوش معروف تمام في المراجع والكلام ده كله. السنه دي بقى انا عارف ان هو مش معروف، يعني انا من السنه اللي فاتت وانا عارف ان هو مش معروف، ولكن وانا قبل ما اسجل الحلقه دي بحثت تاني، يعني ممكن يبقى في السنه دي عرفوه مثلا او في موقع مثلا او مواقع علميه كتبته او عرفته، ولكن برضو مازال المعلومات هي انه مازال غير معروف حتى الان. البيرودوكسين اللي هو فيتامين بي 6 ده بيستخدم من 10 ل 25 مللي جرام، بيستخدم سيف جدا في الحامل، ان الست الحامل بتاخده ده بيمنع البومتنج عندها، ولكن البومتنج لو ما اتمنعش يعني هو مش الافكت بتاعه في البومتنج مش كويس، يعني ممكن يمنع في الحالات القليله او الحالات اللي هي ضعيفه شويه، اما لو واحده عندها بومتنج بقوه او البومتنج بتاعها كتير ممكن ما يمنعهاش، فلازم اعمل كومباينيشن اجيب معاه انتي هيستامينيك. فاحنا عندنا دواء مشهور جدا بيبقى فيه انتي هيستامينيك اللي هو الميكليزين زائد الفيتامين بي 6 ماشي، اللي بنقول عليه نافيدوكسين. نافيدوكسين ده دواء بيستخدم للست الحامل عشان يمنع الفوميتنج عندها، يبقى احنا كده عرفنا ان الست الحامل تاخد بايرودوكسين لو هي الافكت بتاعها مش قوي، ولكن اللي موجود في الصيدليه مش فيتامين بي 6 لوحده، لا موجود اللي هو الكومباينيشن اللي انا قلت عليه ان هو نافيدوكسين، وده سيف يا جماعه في الست الحامل. شوف انا بقول ايه، لان في حاجات ممكن تستخدم زي الكورتيجين والحاجات ولكن انا بقول لكم الحاجات دي سيف جدا، اللي هو نافيدوكسين اكتر حاجه امنه، يعني ممكن تستخدم حاجات تانية اللي هي الحاجات اللي تحت دي ممكن تستخدمها، ولكن ده اكتر حاجه امنه. في حاجات عند الاطفال بقى يا جماعه، اللي عند الاطفال عندنا فيها حاجات كورتيكو ادرينال اكستراكت، يعني جايه من
حاجات شبيهه بالكورتيزون وجايه من الادرينال، من الادرينال جلاند، ان هي الكورتيكويد اللي موجوده في الادرينال جلاند جايبين اكستراكت منها مع فيتامين بي 6. كومبينيشن ده بنقول عليه كورتيجين بي 6، ده مشهور جدا في الصيدليات المصريه، ده هو اسمه كورتيجين بي 6، ده بيستخدم للفوميتنج عند الاطفال ماشي، سواء كان طفل او رضيع، هنشوف دلوقتي الفرق. وحاجات بقى انتي ايمتج من الناتشرال سورس، يعني من الحاجات الطبيعيه بقى، اللي هو الزنجبيل يا جماعه، اللي هو الجينجر اكستراكت، اللي هو عندنا دواء اسمه جينجر، ده بيستخدم في البروفايلاكسس في الموشن سيكنس، كواقي في الموشن سيكنس، عشان الشخص بتاع ده ورا البحر ما يجيلوش فوميتنج، يبقى ده الزنجبيل. الزنجبيل من احد الحاجات الطبيعيه. يبقى احنا اتكلمنا على الحاجات الطبيعيه، اتكلمنا على الادويه، اتكلمنا على البريجنسي، اتكلمنا على الاطفال. خلاص تعالوا بينا نشوف الصيدليتنا النهارده بتقول لنا ايه، ونركز في حلقات في الحاجات. عندنا الدواء بتاع دوار البحر اللي هو الدايفين هيدرامين، اللي هو الدرامينكس، ده دواء بيستخدم في دوار البحر عشان يمنع النزوه والفوميتنج، لان هو بيشتغل على السيستم اللي هو بنقول عليه اللي موجود عليه اتش 1 ريسبتور وام 1 ريسبتور، هو بيقفل اتش 1 ريسبتور. كمان السيكليزين نفس النظام في دوار البحر ايمتريكس. قبل ما نتكلم في الميتوكلوبراميد عايز بس اقول لكم حاجه، عشان حلقتنا النهارده الواحد بيحاول يفتكر كل المعلومات عشان ايه ما ننساش حاجه في حلقتنا ماشي. برد المعده يا جماعه، واحد يجي له برد في المعده، هقول لكم حاله مرضيه عشان نفهمها كويس ونعرف ازاي نعالج الموضوع ده. برد المعده، برد المعده ده واحد بيجي لواحد مثلا، انا هنقول مثال يعني، واحد فتح المروحه وهو نايم وفتح شباك مثلا، هو اصلا معدته حساسه شويه او يعني الحته كان ساقعه شويه في اليوم ده، فالمعده من جوه خدت برد. فاللي بيحصل كالاتي، بيحصل ان هو بيجي له اسهال، بس قبل الاسهال بيبقى عنده فوميتنج، ترجيع ودوران، عنده دوخه، دوخه مش قادر، التوازن بتاعه مش كويس، وبيرجع وعنده اسهال. الحاجات دي من احد اشهر الاعراض في برد المعده. فعشان انا دي طبعا هي حاله فتره بتيجي حوالي يوم ولا حاجه، ولو لحقتها بتيجي وبتنتهي على طول، يعني هي مش مرض، مش برد المعده ده مرض بيستمر، لا ده هو بيبقى حاله مرضيه فتره قصيره وبيرجع المعده زي الاول، ولكن انا عايز اتغلب على الاعراض دي. فبدي له حقنه من اللي هي الميتوكلوبراماد اللي هي البرين بران دي، حقنه برين بران، ادي له بسكوبان عشان المغص اللي عنده اللي هي بسكوبان اللي هي ان ستايل سوري هيوسين ان بيوتال بروميد اللي هو بيقفل المسكرينك ريسبتور، وادي له كمان رانيتيدين اللي هو زنتاك حقن، عشان في المعده برضه بيمسك المعده، والاتش سي ال والكلام ده كله بيبقى برضه دي عباره عن حقنه، بيبقى حقنه كده بتتاخد وريد ببطء شديد، يعني بتتاخد وريد ببطء، بسكوبان مع بريمبران مع حقنه اللي هي زنتاك حقن اللي هي الرانيتيدين اللي هي اتش 2 ريسبتور بلوكر، وبياخد بياخدها وبي يعني بي ان شاء الله الحاله بتتحسن. ده من احد الحاجات اللي انا هقول لكم عليها. خلاص البريمبران موجود منه لبوس زي ما احنا شايفين، تركيز 10 ملي جرام لاطفال 20 ملي جرام، وبريمبران حقنه، وبريمبران اقراص، وبريمبران موجود منه شراب، ده اللي هو الميتوكلوبراميد بيقفل الدي 2 ريسبتور. ولكن واحد يجي يقول لي انه الانسب في الفوميتنج، واحد لسه جاي له فوميتنج حالا، انه الانسب اجيب له برشام بريمبران يا جماعه؟ ادي له حقنه ويمشي على البرشام، ادي له حقنه عشان يمنع الفوميتنج ما يمشي، اجي ادي له برشام يرجعها، اجي ادي له برشام، ادي له حقنه في الاول، اجيب له حقنه واجيب له شروط برشام يمشي، يعني ياخد الحقنه الاول عشان يمنع الفوميتنج بعدين يمشي على البرشام. ده برضو عشان نبقى فاهمين ونبقى يعني نشغل دماغنا واحنا بنصرف الدم. بعد كده عندنا الدومبريدون اللي هو موتيليوم، ده بيعمل بريستور للابر موتيليتي بتاعت الجي اي دي، وكمان بيستخدم في كانتي نوزيا اند فوميتنج. عندنا الاوندان سترون زوفرون، اول ما تسمع سترون او الاندات ده اللي هو الكانسر كيمو سيرابي، ادويه النوزيا والفوميتنج عند الكانسر كيمو سيرابي. عندنا التروبي سترون، على فكره الادويه دي غاليه يا جماعه، زي النافوبان. النافوبان ده هو مكتوب هنا الدواء ده، على فكره الدواء ده خمس كبسولات زي ما احنا شايفين، 1 2 3 5، خمس كبسولات ب 383 و5، ده الكلام ده من زمان، هو دلوقتي ب 391 و80 قرش، ما تعرفش هم حاطين ال 80 قرش دي ليه؟ يعني 301 يعني لو 390 ما ينفعش، يبقى 391 و80 قرش. خلاص؟ ده سعر البيع، يعني هو سعره الخمس كبسولات، يعني لو جيت قسمت 390 جنيه على خمس كبسولات، شوف الكبسوله هتوقف لها بكام، تمام؟ شوف الكبسوله هتوقف لها بكام، دي اللي هي خمس كبسولات مش عارف الشخص هياخد الخمس كبسولات دي ازاي، فده سعر غالي. انا مش عارف هو هل هي الماده نفسها اللي هي بتقفل 5 هيدروكسيترابين 5 اتش تي 3 ريسبتور هي غاليه فعلا، ولا عشان هو مثلا بتاع سرطان والكلام ده فيقول لك ده ايه عشان ادويه سرطان فيبقى غالي، انا الكلام ده بس اكيد الماده نفسها غاليه. خلاص
فعندنا اللي هي الحاجات بتاعت الست الحامل يا جماعه، عندنا ميكليزين زائد بايريدوكسين وفيتامين بي 6 اللي هو نافيدوكسين، ده بيستخدم عند البريجنسي، سيف جدا عند البريجنسي. عندنا الكورتيجين اللي هو اللي هو الماده الفعاله بتاعته كورتيكو ادرينال اكستراكت زائد الفيتامين بي 6. عندنا كورتيجين 50 و100، ال 50 ده بيدياتريك يعني بتاع الاطفال اللي هو الرضع يا جماعه، بتاع الرضع، اما ده بتاع الاطفال اللي هو 100 بتاع الاطفال، ده بتاع الرضع، الناس العيال الصغيره اللي لسه بترضع، خلاص كورتيجين 100 ده بتاع الاطفال. عندنا كمان اللي هو الجينجر اكستراكت، الزنجبيل، خلاصه الزنجبيل عملوها في اقراص، ده بيتاخد شايفين الدوران اللي موجود ده في الديزاين بتاع العلبه موجود، عاملينه ليه؟ عشان بيقول لك ده بيستخدم في الموشن سيكنس، في دوار البحر، يمنع الفوميتنج عند دوار البحر. كده بقى احنا حلقتنا انتهت في نوزيا وفوميتنج، ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده، فاضلنا حلقتين في الجوده، حلقه غدا اللي هي الريتابل باول سيندروم، والحلقه اللي بعدها انتي دايريا اند اللي هي الحاجات مضاده للاسهال ومضادات الامساك اللي هي لاكزيتيف انتي دايريا دراجز. ان شاء الله جي اي تي جزء ممتع وجزء بسيط، يعني مش محتاج اللي هو جزء معقد، ولكن موعدنا في الكيمو سيرابي والانتي بيوتكس. ان شاء الله بيكم حلقه جديده، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.